رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة فوز العداء روس جيلمو بالمركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الماراثون للسيدات والذي أقيم اليوم ضمن بطولة العالم لألعاب القوى والتي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن الإنجاز التاريخي الجديد الذي حققته العداء روس جيلمو باعتبارها أول عداءة عربية تحرز الميدالية الذهبية في مسابقة ماراثون السيدات في بطولة العالم لألعاب القوى يعتبر ثمرة من ثمار دعم القيادة الرشيدة للحركة الرياضية واهتمام ورعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لجميع المنتخبات الوطنية وبالأخص منتخبات ألعاب القوى التي دائما ما تحرص على تشريف الوطن في كافة المشاركات الخارجية. وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن الإنجاز هو نتاج طبيعي للجهود التي يبذلها مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى في سبيل تهيئة وأعداد العدائين والعداءات بالصورة اللائقة للمشاركة بمختلف المحافل الخارجية. وأشاد سموه بالإنجاز التاريخي الذي حققته البطلة الأولمبية العالمية روز جيلمو في بطولة العالم لألعاب القوى لتعزز مكانة البحرين بين نخبة دول العالم المشاركة في مونديال أم الألعاب، موضحا سموه بأن هذا الإنجاز هو امتداد للعطاء المتميز والإنجازات الرائعة لرياضة أم الألعاب البحرينية.